السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. القوات السورية تتقدم في حي الشعار شرق حلب، ولافروف يكشف عن مقترح أمريكي لخروج المسلحين. مقتل كادرين طبيين روس بقصف المسلحين لمشفى ميداني في المدينة، وموسكو تحمل واشنطن المسؤولية وتصفها براعية الإرهاب. قوات المجلس الرئاسي في ليبيا تعلن تحرير مدينة سرت من داعش. منافسات في مهرجان مراكش الدولي للسينما، الأفلام المغربية غائبة. مرحبا بكم. نبدأ من سوريا، حيث يتقدم الجيش السوري وحلفاء في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، ودخلوا حي الشعار بعدما باتوا على مشارف حلب القديمة. الجيش وحلفاؤه صدوا أيضا هجوما شنه المسلحون باتجاه مستشفى العيون. وكان الإعلام الحربي وقبل هذا التقدم أعلن أن الجيش السوري استعاد 58% من مساحة الأحياء الشرقية لحلب، لافتا إلى أن 18 كيلو مترا مربعا فقط لا تزال بيد المسلحين. في الأثناء ألقت طائرات الجيش السوري منشورات تدعو المجموعات المسلحة إلى ترك السلاح وتسوية أوضاعها. في حلب أيضا قتلت طبيبة وممرضة عسكريتان بقصف للمجموعات المسلحة على أحد المشافي الميدانية التي تسعف النازحين من الأحياء الشرقية باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية. وزارة الدفاع الروسية قالت إنه تجب معاقبة من خطط للقصف ونفذه. أضافت بأن مسؤولية قصف المستشفى تقع على عاتق رعاة الإرهابيين في أمريكا وبريطانيا وفرنسا والدول المتعاطفة معهم. وأضافت إنها تعلم من زود المسلحين بإحداثيات المنطقة التي قصفت. عدد من الأطباء يلا لقد شهدنا على قصف مدرسة سورية منذ نحو أسبوعين ونصف الأسبوع خلال مبادرة سلمية. سقطت قذيفة مورتر في أحد الصفوف ما أدى إلى مقتل الأطفال. هذه هي الحالة هنا، لا يقبل الثوار أي شيء، إنهم لا يريدون تقديم أي تنازلات، إنهم لا يقومون بأي خطوات إلى الأمام. هذا هو ردهم على حسن النية التي نظهرها للمدنيين. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال إن الجريمة التي ارتكبتها ما تسمى بالمعارضة سيجري التحقيق فيها، وأن جميع منفذيها ومن أعطوا الأمر بذلك يجب أن يتحملوا المسؤولية المناسبة عن مقتل الطبيبة والممرضة الروسيتين. لا شك في أن مسلحي المعارضة هم من قصفوا المشفى، ونحن نعلم من زودهم بإحداثيات دقيقة لقسم الإسعاف في المشفى الروسي لحظة بداية عمله. لذلك فإن كل المسؤولية عن مقتل وإصابة أطبائنا الذين كانوا يساعدون أطفال حلب يتحملها ليس من نفذ الهجوم فحسب، بل وأيضا من يرعاهم ويسلحهم، أي أنتم السادة في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من الدول التي تمول الإرهابيين. للمزيد حول آخر التطورات في مدينة حلب ينضم إلينا من هناك مراسل الميادين رضا الباشا. رضا، لو تدعنا في صورة آخر التطورات في على خط المعركة في أحياء حلب الشرقية، وما حجم تقدم الجيش السوري وحلفائه في حي الشعار؟ نعم رامي، فعلا العملية العسكرية للجيش السوري في حي الشعار لربما تأخرت عما كان مقررا صباح هذا اليوم، تأخرت إلى ما بعد الظهر بدأ الجيش السوري هذه العملية العسكرية، خاصة وأن الجماعات المسلحة حاولت أن تحد من تقدم الجيش السوري المتسارع في محور طب العيون باتجاه قلعة حلب. هذا الهجوم الذي حاولت الجماعات المسلحة من خلاله أن توقف انهيارها أمام تقدم قوات الجيش السوري حال دون بدء العملية العسكرية في الوقت الذي كان محددا لبدء هذه العملية العسكرية، ولكن بطبيعة الحال بدأت العملية العسكرية من أجل اقتحام حي الشعار وكرم الجبل.
التقدم في الخطوط الأولى وفي المباني الأولى في حي الشعار يعني بدأ لربما تكرار سيناريو انهيار الجماعات المسلحة أمام تقدم الجيش السوري في هذه المنطقة. ما تزال العمليات العسكرية مستمرة باتجاه حي كرم الشعار من أجل منطقة كرم الشعار من أجل السيطرة عليها بشكل كامل، إضافة إلى حي كرم الجبل الذي أيضا كان هو المحور الثاني للعمليات العسكرية التي انطلقت في وقت وفي تزامن واحد من الشعار وكرم الجبل، هذا من الجهة الشمالية الشرقية للقسم الجنوبي من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، إضافة إلى المحور الغربي للقسم الجنوبي من هذه الأحياء وهو محور حي الإذاعة الزبدية. أيضا تمكن الجيش السوري من استعادة بعض الكتل السكنية الكتل والأبنية في هذا المحور من خلال تقدمه باتجاه حي الزبدية. طبعا هو هذا المحور يعتبر أحد المحاور التي تحاول الجماعات المسلحة أن تبقى متمسكة بها لأنه يعتبر نقطة دفاع أساسية لها عن حي بستان القصر الذي يعتبر أيضا بدوره أحد المراكز الرئيسية لجبهة النصرة داخل الأحياء الغربية. لا أعلم إن كنت تسمعين راميا هذا الصوت تبادل القصف المدفعي من قبل الجيش السوري على نقاط الجماعات المسلحة يأتي طبعا من بعيد من جهة حي الشعار وكرم الجبل في ظل استمرار العملية العسكرية في هذا الاتجاه، فيما خفت وتيرة العملية العسكرية على محور حي الإذاعة الزبدية في الجهة الغربية للأحياء القسم الجنوبي من الأحياء الشرقية لمدينة حلب. ولكن لابد أن نؤكد بأن كل ما يشاع عن أخبار بأن الجماعات المسلحة والفصائل المسلحة تمكنت من استرجاع نقاط أو استرجاع كرم الميسر أو القاطرجي أو حتى مشفى طب العيون هي أخبار ليست صحيحة وعارية عن الصحة تماما، كل ما تقوله التنسيقيات ليس بصحيح. تمكن الجيش السوري من تثبيت نقاطها الدفاعية وهو الآن يفتح العملية العسكرية كما أشرنا من محورين، محور حي الشعار ومحور كرم الجبل. وربما رضا يعني هناك كان يعني هجمات تم صدها على النقاط التي استعادها الجيش السوري في الأحياء يعني الشرقية لمدينة حلب، إلى أي حد يعني كانت هذه الهجمات كبيرة؟ هل هناك منطلق أساسي تخرج منها طالما نتحدث عن نوع من الحصار المزدوج في الأحياء المتبقية من حلب الشرقية؟ طبعا رامية يمكن أن نتحدث عن هذه الهجمات من قبل الجماعات المسلحة بأنها لا تشكل فعلا ثقل عسكري من أجل دفع الجيش السوري أو إجبار الجيش السوري على التراجع إلى الخلف، بقدر ما الهدف منها إيجاد خط مشاغلة للجيش السوري لمنع انهيار سريع لهذه الفصائل المسلحة. وإن كان ما تحقق حتى الآن من قبل الجيش السوري داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب يعتبر فعلا بزمن قياسي كبير وهو أسرع بكثير مما كان مخطط له لاقتحام الأحياء الشرقية، ولكن تبقى الفصائل المسلحة وتحديدا جبهة النصرة تحاول أن تشغل الجيش السوري وتمنع انهيار متسارع يكون خارج عن السيطرة بشكل كامل يؤدي إلى إنهاء تواجدها داخل الأحياء الشرقية لمدينة حلب بشكل كامل. لذلك كان مثلا يوم البارحة حاولت أن تهاجم كرم الطراب ولكنها فشلت في الهجوم، ومن ثم بدأ الجيش السوري المرحلة الثانية من العملية العسكرية وتمكن من السيطرة على كرم القاطرجي والميسر وغيرها من المناطق. هذا اليوم أيضا حاولت أن تهاجم نقطة مشفى طب العيون من أجل أن تمنع وصول قوات الجيش السوري إلى القوات المتواجدة داخل قلعة حلب، ولكنها أيضا فشلت في الهجوم وفتح الجيش السوري محور كرم الجبل ومحور الشعار وبدأ بالتقدم في هذين المحورين، مع فتح المحور الثالث الذي أشرت إليه من حي الإذاعة إلى منطقة الزبدية ومنها إلى بستان القصر. كل الشكر لك زميل رضا الباشا مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من مدينة حلب. على الصعيد السياسي، كشف وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف عن طرح أمريكي لخروج المسلحين من الأحياء الشرقية لحلب، وأضاف أن المشاورات تركز على المقترح الأمريكي الذي قدم يوم الجمعة الماضي. لافروف من موسكو أمل بنجاح المفاوضات مع واشنطن، وأضاف أن المسلحين الذين سيرفضون الخروج سيعاملون على أنهم إرهابيون، لافتا إلى أن الأمريكيين طلبوا تأجيل مشاورات خروج المسلحين ليومين. إننا ننطلق من أن الأمريكيين عندما قدموا مبادرتهم بشأن ضرورة خروج جميع المسلحين من أحياء حلب الشرقية كانوا يتفهمون تماما ما هي الخطوات المطلوب اتخاذها من جانبهم ومن جانب حلفائهم الذين لهم تأثير في المسلحين المتخندقين في أحياء حلب الشرقية. سنتعامل معهم باعتبارهم إرهابيين وسندعم عملية الجيش السوري ضد مثل هذه العصابات.
من جهته قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إن الحرب في سوريا لن تنتهي إلا بدمج قوى المعارضة في مؤسسات الدولة، وأضاف إن الرئيس السوري بشار الأسد جزء من العمليات السياسية. وفي كلمة ألقاها خلال منتدى مركز سابان لدراسة الشرق الأوسط في واشنطن، لفت كيري إلى أن مشاورات جنيف هي القادرة على إنهاء الحرب. كيري أكد الاستعداد لخوض المفاوضات بشأن العمليات السياسية لانتقال السلطة. يأتي ذلك فيما أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن حوارا يجري في هذه الفترة بين إيران وروسيا وتركيا ضمن مجموعة دعم سوريا بهدف حل الأزمة السورية. كلام بوغدانوف جاء خلال لقاء في طهران جمعه بمساعد وزير الخارجية الإيراني جابري أنصاري، الذي أكد أن التعاون الإيراني الروسي في سوريا جاد. التعاون الإيراني الروسي في سوريا تعاون جاد، وما نشهده اليوم بسوريا وجبهة حلب تحديدا يعكس جهد الحكومة القانونية في سوريا وحقها في فرض سيطرتها على كل المناطق التي يحتلها الإرهابيون. ونحن وروسيا نعمل على تنسيق جهودنا السياسية والميدانية في سوريا لإتاحة الفرصة لتسوية الأزمة السورية. كذلك نحن نعتقد أنه إلى جانب جهود الحكومة السورية في مواجهة الإرهاب ينبغي أن يكون هناك حوار جاد بين الحكومة السورية والمعارضة السلمية التي تعلن معارضتها للإرهاب بشكل واضح. هناك تواصل قائم ومستمر مع المعارضة السورية بكل أطيافها ومسمياتها منذ فترة طويلة، وفي الوقت الحاضر وأنا أتحدث إليكم هناك تواصل بين الحكومة السورية والمعارضة يهدف إلى إنهاء الحرب وطرد الإرهابيين من سوريا. نحن نسعى لأن يكون لدينا تواصل مع هذه المعارضات التي تندرج تحت مسميات مختلفة كمعارضة موسكو ومعارضة الرياض ومعارضة مصر ومعارضة الداخل السوري. كذلك هناك حاليا حوار ثلاثي بين إيران وروسيا وتركيا ضمن مجموعة دعم سوريا لحل الأزمة السورية. أفاد مراسل الميادين في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي يعيد النظر بعقد جلسة بشأن حلب بعد موقف موسكو المعارض للمقترح الفرنسي والبريطاني المقدم. الخارجية الروسية وصفت مشروع القرار بالخطوة الاستفزازية التي تقوض الجهود الروسية الأمريكية لحل الأزمة السورية. جرت تسوية أوضاع 400 مسلح ومطلوب بقضايا أمنية في الكسوة جنوب دمشق. هذه التسوية تشمل خلال أيام نحو 2000 شخص، وستؤدي إلى إنهاء الوجود المسلح في منطقة مهمة من ريف دمشق الجنوبي. محمد الخضر. دفعة جديدة من المسلحين والمطلوبين في قضايا أمنية على طريق تسوية الأوضاع. أبو حسن ابن قرية الطيبة في ريف دمشق الجنوبي سلم بندقيته وشجع نحو 65 مسلحا كانوا تحت قيادته على سلوك الطريق ذاته. رفض المزارع السابق خيار المغادرة ويأمل اليوم بفتح صفحة جديدة. سلمت سلاحي بدي أرجع أعيش أنا كمواطن، يعني أطلع إدلب ولا أطلع تركيا بضل ببلدي أحمي أختي أحمي عرضي أحمي بيتي. لماذا أترك أرضي وبيتي؟ كان معي 65 شاب كلهم إجوا صالحوا بسوي وضعهم هلا هوني بالفرقة الأولى. أبو حسن واحد من مئات جاءوا إلى أحد المواقع العسكرية للجيش السوري لإنجاز التسوية. تسوية تشمل نحو 2000 شخص في بلدات الكسوة والطيبة وعين البيضاء وغيرها، وتنهي وضع من حمل السلاح في قطاع مهم جنوب دمشق. نضحك علينا انه مثلا ما بدنا يعني نفوت لا لا هدول احنا لا بدنا لا هدول يفوتوا على البلد ولا هدول يفوتوا على البلد، هيك كانت اساسا. انا من قريه عين البيضاء وكنت اشتغل عامل عادي، كنت اخدم بالجيش وخطفوني مجموعه ارهابيه وبعدين سلموني لهالمنطقه لهون وبس صحت لي الفرصه اجيت سويت وضعي. عودة الكثيرين من هؤلاء تندرج تحت مرسوم العفو الرئاسي الذي يشمل تحديدا حملة السلاح، اهتمام عالي المستوى بإتمام تلك التسويات لإنهاء الحالة المسلحة في محيط دمشق. هؤلاء الشباب أدركوا اليوم أن العودة إلى حضن الوطن ضرورية وطنية وإجوا يسووا أوضاعهم، نحن نشرف على هذه التسوية وسنؤمن لهم فرص العمل والخدمات اللازمة لهم لعودتهم والاستفادة من طاقاتهم وسيكونوا في صفوف أيضا الجيش العربي السوري. يحلم هؤلاء الشبان بطي صفحة قاسية بعد تسوية أوضاعهم، 5 سنوات من الحرب لم تجلب سوى الكوارث، وحلمهم اليوم فقط بغد أفضل.
مئات الشباب يمتنون مدماك المصالحات في بلدات الكسوة والطيبة وعين البيضاء. ريف العاصمة يزداد أمنا لمساحات تمتد عشرات الكيلومترات وخصوصا باتجاه الريف الجنوبي. محمد الخضر من بلدة الكسوة في ريف دمشق الجنوبي، الميادين. وفي ريف دمشق الغربي عرض الإعلام الحربي مشاهد لخان الشيح بعد أيام على استعادة الجيش السوري إياها وطرد المسلحين منها. وأظهرت المشاهد مراكز وأنفاقا للمسلحين وخنادق حفروها في المنطقة. حررت القوات العراقية أجزاء من حي البريد شرق الموصل واستهدفت مواقع داعش في حي الصديق شرق وشرق الموصل. أيضا جرى تحرير قرية سحل المضيف شرق المدينة وقريتي جديدة والناهية. على المحور الشمالي أفادت القوات العراقية بتحرير عدد من القرى بينها النوافل الأولى والثانية تقاطع حي التحرير. إلى هذا أفاد مراسل الميادين بأن القوات العراقية صدت هجوما لداعش جنوب الموصل شنه التنظيم انطلاقا من قرية البوسيف. زاوية خدك هاي هاي لا يمك هاي هاي لا وينضم إلينا من بغداد مراسل الميادين هناك عبد الله بدران. عبد الله، ما جديد القتال على محاور المعركة باتجاه تحرير الموصل؟ نعم رامية، بالنسبة للعمليات هي على شدها في الساحل الأيسر. جهاز مكافحة الإرهاب يسيطر عمليا على نصف مساحة الساحل الأيسر وهو يندفع باتجاه الجنوب الشرقي لهذا الساحل، وكذلك تأمين الوجود العسكري لقوات الجيش العراقي على اعتبار أن الخطة العسكرية تقتضي بأن ينفذ جهاز مكافحة الإرهاب بالمحور الشرقي عمليات التحرير يدخل الأحياء، وقوات الجيش العراقي تشترك معه في هذه المهمة. ومهمة أخرى هي عملية مسك الأرض وإجراء عمليات المسح الأمني. اليوم ثلاثة أحياء هي كانت هدف لجهاز مكافحة الإرهاب: حي المرور وكذلك تل الزهور والشهداء. طبعا الشهداء الثانية نحن نتحدث عن أحياء كبيرة جهاز مكافحة الإرهاب يدير اشتباكا بها وفق أسلحة طبعا تم انتدابها على اعتبار أن الجهاز كلما تقلصت المساحة التي يحتلها داعش في الساحل الأيسر فإن أعداد المدنيين تزداد نسبيا على اعتبار أن داعش ينكفئ والمدنيين يكونوا بصحبة مسلحيه طالما أنهم مجبرون من قبل المسلحين على أن يسلكوا الطريق صوب المناطق التي يتواجد بها داعش. حتى هذه اللحظة جهاز مكافحة الإرهاب يدير اشتباكا في ثلاثة أحياء يحقق تماسا مع الفرقة التاسعة في الجزء الجنوبي الشرقي من الساحل الأيسر. بالنسبة لدور الطيران هو عراقي، أغلب الطلعات الجوية التي نفذت اليوم هي من قبل القوة الجوية العراقية وسلاح طيران الجيش في تغطية تقدم قوات جهاز مكافحة الإرهاب على اعتبار أن الجهاز يدير حرب شوارع وحرب مدن وأن الجانب الأمريكي يجد بنفسه أنه قد نفذ ضربات تهدف لقطع جسور تربط البوصل بساحليها الأيمن والأيسر. طبعا ما سيق من معلومات حول استهداف الجسور هو لمنع
وصول الإمداد والتمويل من الساحل الأيمن إلى الساحل الأيسر لإدارة هذه العمليات. طبعا داعش يتقلص، إدارة الاشتباك لديه تتقلص مساحتها بانتقاله إلى الهجمات بالسيارات المفخخة، وهو ما نفذه يوم أمس في حي القادسية وحي النور. مضافا لذلك هو يحاول أن يستهدف تجمعات النازحين بشكل مؤقت من أهالي مدينة الموصل من الساحل الأيسر عند قوات جهاز مكافحة الإرهاب، لذلك يحاول أن يوجه أكثر من ضربة سواء بإدارة الاشتباك أو باستهداف المدنيين الذين يتحركون صوب القطعات العسكرية العراقية. ما تمكن من تحريره جهاز مكافحة الإرهاب اليوم هو أجزاء واسعة من حي البريد، وحرب الشوارع فرضت عليه أن يشترك مع داعش في إدارة الاشتباك في هذه المنطقة، على اعتبار أن التحرير لم يكتمل حتى هذه اللحظة لقوة الاشتباكات وحدتها. يعمد فيها داعش إلى تنفيذ ضربات بالسيارات المفخخة، ومن ثم يفترض بجهاز مكافحة الإرهاب أن يكون دقيقا في تنفيذ ضرباته وتحديد الأهداف. طبعا المؤكد أن داعش فقد اليوم المسؤول النفطي في التنظيم أسعد عزام أبو عزام وفق القائد في جهاز مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، وكذلك فإن إدارة مقر السيطرة في حي تل الورود قد قتل فيه عدد من قادة مسلحي داعش بضربة من قبل الطائرات العراقية المسيرة CH-4. بالنسبة لعمليات المحور الغربي رامية، قوات الحشد الشعبي في هذا المحور تمكنت من صد 3 هجمات لداعش كان يحاول التنظيم من خلالها السيطرة وإعادة احتلال مطار تل العفر. إحدى الهجمات المفخخة كانت بثلاث سيارات مفخخة دفع بها التنظيم تجاه القطاعات العسكرية العراقية، على اعتبار أن خط الصاد الذي يمتد لستة كيلومترات مع مسلحي داعش جنوب تل العفر هو بمساحة عرض كيلومترين، وبالتالي مسافة الاشتباك وإدامة هذا الاشتباك والاستنزاف مستمرة ما بين قوات الحشد الشعبي ومسلحي داعش داخل مدينة تل العفر. كل الشكر لك عبد الله بدران على هذا الشرح الكافي والوافي لآخر تطورات على محاور القتال للعمليات على خط تحرير مدينة الموصل. مراسل ميادين كنت معنا عبر الإنترنت من العاصمة العراقية. رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري دعا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى إيلاء نازحي مخيم الهول قرب الحدود السورية العراقية رعاية خاصة وعاجلة بسبب أوضاعهم الصعبة. الجبوري طالب الأمم المتحدة بتأمين ممرات آمنة للنازحين الهاربين من بطش تنظيم داعش وتهيئة السبل لإعادتهم إلى مدنهم المحررة بالسرعة الممكنة. هذا فيما ناشدت المنظمات الإنسانية المجتمع الدولي بتوفير ما يكفي من الدعم المالي لمواكبة الأعداد الكبيرة من النازحين في العراق، ولا سيما مع اقتراب فصل الشتاء. نحتاج غاز، ها بطانيات، صابة دبية هاي، بس ما يريد ربطات ماي شرب ماكو، وهذول الدبيات مال ماي فارغين ماكو ماي ماكو، نريد بس شوية ماي حتى مشي شغلنا، بعمتنا من البرد. والله الهوانات على راسنا والقناص وقذيفة بنص الحوش بالقراج. ايوه أعلن الجيش الأردني تحطم طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي من طراز F-16 كانت تقوم برحلة تدريبية ما أدى إلى مقتل طيارها. وأوضح الجيش في بيان له أن طائرة تعرضت ظهر اليوم لحادث سقوط خلال إقلاعها من إحدى القواعد الجوية بسبب خلل فني. في مصر انتهى تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الإدارية العليا إلى تأييد حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية وما ترتب عليه من تبعية جزيرتي تيران وصنافير لمصر. وكانت المحكمة قد أجلت اليوم الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية الموقعة في نيسان أبريل الماضي المتضمنة نقل تبعية الجزيرتين للسعودية.
أعلن وزير الطاقة الأمريكي إرنست مونيز أن تمديد العقوبات ضد إيران ليس انتهاكا لخطة العمل الشاملة المشتركة المعنية بالبرنامج النووي الإيراني. من جهته أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أكد أن خرق أمريكا للاتفاق النووي ليس سهلا. إيران بما تتسم به من رصيد أخلاقي وإسلامي لن تبادر إلى نقض الاتفاق النووي ما دامت الأطراف الأخرى ملتزمة به، لكننا سنرد إذا نقضته أمريكا. لذا نحن ندعو أعضاء مجموعة 5+1 إلى نصح الأمريكيين وتذكيرهم بأن الاتفاق النووي ينبغي ألا يكون ضحية فترة انتقال السلطة في بلادهم. وفي كل الأحوال نحن لا نشعر بالقلق إزاء إجراءات الطرف الآخر، لأننا نعتقد أن أمريكا لن يكون باستطاعتها بعد الآن تجميع العالم ودفعه نحو فرض عقوبات جماعية على إيران. أهلا بكم من جديد في 7 من الميادين. خسر تنظيم داعش معقله الرئيسية في ليبيا وقاعدته الخلفية المهمة المطلة على البحر المتوسط من دون الخروج من المشهد الليبي بشكل مطلق. قوات المجلس الرئاسي في طرابلس أعلنت تحرير المدينة بالكامل. سرت اختارت شهر الاستقلال لتنهي الحكم الأسود. داعش لفظ أنفاسه الأخيرة فيها بعدما شدد البنيان المرصوص الخناق عليه. البنيان استعادها بعدما تمكن من تحرير ما تبقى من حي الجيزة البحرية المعقل الأخير للتنظيم في سرت، وسلم من تبقى من عناصره أنفسهم لقوات عملية البنيان. وعلى الرغم من أن القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق الوطني قد أعلنت فرض السيطرة الكاملة على المدينة والانهيار التام لداعش، غير أن مراقبين رجحوا أن تكون المنطقة الرخوة في الجنوب الغربي من الصحراء الليبية المحاذية لحدود النيجر والجزائر والقريبة من شمالي مالي ملاذا آمنا للعناصر الفارة من معركة سرت لتقترب من جماعة بوكو حرام في نيجيريا، وأن لجوءهم إلى الجنوب الغربي سيسمح لهم التواصل مع تنظيمات متشددة أخرى منتشرة في المنطقة. إذن 7 شهور على العملية العسكرية التي حققت القوات الحكومية تقدما سريعا في بدايتها مع سيطرتها على المرافق الرئيسية، لكن هذا التقدم تحول إلى حرب شوارع حاصرت على إثرها القوات الحكومية التنظيم في رقعة صغيرة في المدينة المتوسطية. سرت تشكل خسارتها ضربة جديدة للتنظيم، فالمدينة التي تقع على بعد نحو 300 كيلومتر فقط من أوروبا كانت قاعدة خلفية لمسلحيه واستقطبت المقاتلين، وذلك ما كان يثير مخاوف الدول الغربية. سرت القريبة من منطقة الهلال النفطي إلى الشرق سعى التنظيم لوضع اليد عليها منذ البداية بهدف السيطرة على منافذ التصدير والموانئ النفطية. قدم السفير الإسرائيلي الجديد لدى أنقرة إيتان نائه أوراق اعتماده للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كأول سفير بعد اتفاق المصالحة الذي جرى بين تل أبيب وأنقرة في يونيو حزيران الماضي. نائه كان قد وصل قبل أيام إلى أنقرة بعد 6 سنوات من سحب تركيا وإسرائيل التمثيل الدبلوماسي بينهما على خلفية الاعتداء الإسرائيلي على سفينة مرمرة التي كانت تتجه إلى قطاع غزة المحاصر. يواصل المسؤولون الإسرائيليون حملاتهم التحريضية ضد السلطة الفلسطينية مقابل سعيهم الحثيث للتشجيع على الاستيطان، وهو ما عكسته كلمات عدد منهم في مؤتمر سابان المنعقد في واشنطن. مؤتمر سابان السنوي المنعقد في واشنطن مثل فرصة بالنسبة إلى المسؤولين الإسرائيليين ومنصة لإعادة تأكيد المواقف المشجعة على الاستيطان والمحرضة على الفلسطينيين ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال إن الاعتراف بيهودية الدولة شرط لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، غامزا إلى إمكانية تحقيق اتفاق مع دول عربية بمعزل عن الفلسطينيين. على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية. الفلسطينيون يحاولون الذهاب إلى الأمم المتحدة في محاولة عبثية منهم لتحقيق حل، وهذا سيبعد السلام فحسب. ربما بالإمكان دفع السلام عن طريق توجه إقليمي في إطار علاقاتنا مع دول المنطقة التي ستحقق اتفاقا يكون بإمكاننا العيش معه.
وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الذي أعلن انتهاء الحديث مع الفلسطينيين في كلمة له في المؤتمر ذاته، تقاطعت توجهاته ونتنياهو فيما خص علاقة إسرائيل مع الدول العربية، من دون أن ينسى توجيه سهام الاتهام والانتقاد إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. الحديث مع الفلسطينيين انتهى، ليس هناك لا عملية ولا سلام. أبو مازن لا يتمتع بشرعية حقيقية ليكون القائد الفلسطيني، وهو ليس شريكا في التسوية الدائمة. العالم العربي يدفع ضريبة كلامية فقط في الشأن الفلسطيني، فهذه القضية لا تعنيه فعلا، ومن الممكن حل القضية الفلسطينية في إطار حل إقليمي، لكن حق العودة غير ممكن. تصريحات المسؤولين الإسرائيليين استفزت حتى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي حذر ومن مؤتمر سابان من أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الاستمرار في الدفاع عن إسرائيل في ظل استمرار الاستيطان ورفض التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين. المواقف الإسرائيلية هذه جاءت على وقع التوصل إلى تفاهم داخل الائتلاف الحكومي لتأييد قانون يجيز إقامة المستوطنات على أراضٍ فلسطينية خاصة، قانون قال كيري عنه إنه يثير القلق لأنه يشمل الكثير من البؤر الاستيطانية. تنتهز إسرائيل فرصة انتقال الحكم في الولايات المتحدة لتمرير المزيد من مخططات الاستيطان في القدس المحتلة، فمن المتوقع أن تصادق اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس بعد يومين على وحدات استيطانية جديدة على أراضي بيت جالا، إضافة لبناء كنيس في أراضي جبل المكبر جنوبية القدس المحتلة. هناء محمد. الوقت والتوقيت حجران أساسيان في لعبة السياسة، تعرف الحكومة الإسرائيلية كيف تستغلهما في إدارة مخططات الاستيطان وتكريس الاحتلال جيدا. ومرحلة انتقال الحكم في الولايات المتحدة بين أوباما وترامب فرصة ذهبية لممارسة هذه السياسة. هي فترة لا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمارس الضغوط عليها، وبالتالي هي تستغل هذه الفترة لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية. الحديث يجري عن 30,000 وحدة استيطانية ستقام في مدينة القدس. الأبرز سيكون هناك إقامة 770 وحدة استيطانية في منطقة جيلو بالإضافة إلى كنيس يهودي. هذه الوحدات الاستيطانية كان مقررا أن تقام في 2013، ولكن فترة المفاوضات ما بين السلطة الفلسطينية وبين دولة الاحتلال برعاية كيري هي من أجلت إقامة مثل هذه الأبنية الاستيطانية. الأربعاء المقبل يتوقع أن تصادق اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على هذه الوحدات الجديدة على أراضي بيت جالا لتفصل المدينة عن بيت لحم، فضلا عن بناء كنيس يهودي في مستوطنة نفتسيون وسط أراضي جبل المكبر جنوبي القدس. هي أراضي فلسطينية خاصة جرى مصادرتها منذ بداية السبعينات، جزء قسم منها تم مصادرته بداية السبعينات، والقسم الآخر تم مصادرته في 2002-2003. ومساحة هذه الأرض تعادل 123 دنم. تطويق الأحياء العربية من خلال المستوطنات والأراضي المصادرة بذريعة المصلحة العامة أو المناطق الخضراء، سياسة إسرائيل لكسر إرادة المقدسيين. يصارع الاحتلال الزمن ويقتنص الفرص لفرض واقع محدد تكون فيه القدس كتلة منفصلة عن باقي الضفة الغربية، ليجد الفلسطينيون أنفسهم قد خسروا ورقة التفاوض الأهم، العاصمة. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. خرج آلاف المتظاهرين في شوارع المدن البرازيلية احتجاجا على الفساد في البلاد وتنديدا بتصويت أعضاء مجلس النواب على تعديلات على مشروع مكافحة الفساد. بأمواج المتظاهرين لا أمواج البحر غرقت ريو دي جانيرو، فيضان بشري على الفساد اجتاح المدينة وامتد إلى مدن أخرى في مناطق متفرقة من البلاد. أعضاء مجلس النواب الغرفة الثانية في البرلمان أقروا تعديلات على مشروع مكافحة الفساد، تعديلات رأى البرازيليون فيها تقويضا للتحقيقات في قضايا الفساد، ما أجج غضب الشارع الممتعض من الطبقة السياسية الحاكمة.
فترة نتظاهر ضد السرقة التي تسيطر على البلاد وضد ثقافة قبول السرقة. أعتقد أنه كان هناك صفحة أولى ناجحة، الناس نزلوا إلى الشوارع وتمكنا من التخلص من جزء من الفساد في هذا البلد، لكن هناك الكثير من العمل أمامنا. للأسف إن الفساد أداة بيد القادة السياسيين. لدينا ميدان سياسي منقسم كليا بسبب الإقالة الأخيرة، والطرفان يحاولان الدفاع عن المواضيع التي تناسبهما. أينما قلبت ناظريك في برازيليا وساو باولو وريو دي جانيرو وغيرها، ترى ألوان العلم البرازيلي لا تخرقها إلا لافتات المتظاهرين المنددة بالفساد والمؤيدة للمدعي العام سيرجيو مورو وفريق التحقيق في قضايا الفساد. السياسيون في البرازيل والنخبة المهيمنة سرقوا الدولة وأقاموا نظاما فاسدا. لقد جرى استغلال الناس لفترة طويلة. إقالة دلما روساف واستبدالها بتامر لم يكونا الحل. الحل سيأتي عندما يغادر هؤلاء السياسيون الفاسدون. التعديلات التي أقرها مجلس النواب لم تصبح قانونا بعد، بانتظار مجلس الشيوخ ليبت الأمر في تصويته. أمام البرلمان يرفع المحتجون أصواتهم، لعل صرخاتهم تلقى صدى وتتحقق مطالبهم. تتقاطر الوفود الشعبية إلى مقبرة سانتياغو دي كوبا، حيث أودعت في أثرها رمادة الزعيم الراحل فيديل كاسترو، ووضعت الزهور أمام قبر الزعيم الثوري الكوبي، كما اصطف العشرات للمرور بالضريح وتقديم الاحترام لزعيمهم الذي توفى الشهر الفائت عن عمر تخطى 90 عاما. تستحق اللحظة الانتظار. بضعة أمتار فقط تفصلهم عمن كان في حياته قائدا ومناضلا ومحررا في عيونهم. ففي الداخل يرقد فيديل مظللا بسلسلة الجبال التي كرسته ثائرا. فيديل هو كل ما نملك، كل ما لدينا من تقدم يعود الفضل فيه لفيديل، فشكرا له. فيديل يمثل تاريخ بلد بأكمله، ووجودي هنا يؤكد إيماننا به، وهو موجود في قلوبنا وليس في الضريح. ليس العزاء واجبا عند هؤلاء، هم هنا لأداء التحية لقائد ثار ضد التمييز وعمل في حياته من أجل المساواة بين شعبه، قبل أن يستريح بين رفاقه شهداء الثورة وأبطال الاستقلال كخوسيه مارتي. أنا من المستفيدين من الثورة، فأنا من أصحاب البشرة السوداء، وكنت مضطهدا قبل الثورة، وأشكره لأنه حررنا من هذا التمييز. فيديل معلمنا الكبير ومرشدنا، وقد أعطى كوبا كل ما يملك لإخراجها من التخلف، وأنا ممتن له وجئت لأحييه. سيحكى كثيرا عن فيديل كاسترو، فتجربة الرجل أكبر من أن تختصر بحكم عاجل وضيق. في كل الأحوال أنا الأول لكاسترو أن يستريح ويلاقي توأم نضاله إرنستو تشي غيفارا. ثمة من يقول هنا في كوبا إنك مهما اختلفت مع الكوماندانتي فلا مانع من أن تضع وردة على ضريحه. حسن حجازي من مقبرة سانت أفهينيا، سانتياغو دي كوبا، الميادين. لم يخلو المهرجان الدولي للفيلم في مراكش من انتقادات بالرغم من استقطابه المئات من الأفلام والنجوم العرب والأجانب. افتتح المهرجان الدولي للفيلم في مراكش بالمغرب في دورته 16 بمشاركة واسعة لأفلام ونجوم عرب وأجانب، سعيا لنيل الجوائز وفي مقدمها النجمة الذهبية لأفضل فيلم. لكن المثير فيما آلت إليه اختيارات الأفلام المشاركة هو أنه من بين 90 فيلما من 36 دولة تم اختيار 14 فيلما للمنافسة، ليس بينها أي فيلم مغربي. غياب السينما المغربية أثار مجموعة أسئلة حول الأسباب، وما إذا كانت تنطلق من عدم أهلية الأفلام المغربية المنتجة للمنافسة، أم هي الصدفة التي لم تحمل النتاج السينمائي المغربي إلى قائمة الأفلام المشاركة؟ وبينما انطلقت أيام المهرجان من دون تسجيل أي عائق فعلي، سجلت أجواء من الغضب والاحتجاجات في الأوساط السينمائية المغربية. تنكروا هذا الموقف هذا وتقولوا ماشي من المعقول، وخصوصا كما قلت انه اموال باهظه نسبيا، لانه لابد يكون واحد التزايد
بالنسبة لهذه الميزانية ديال الدعم، ولكن أفلام عندها واحد القيمة، أفلام ما يمكنناش نحكم عليها أنها ما عندها مستوى وما تحضرش في هذا المهرجان. مقربون من المهرجان قالوا إن المشكلة تكمن في عدم جاهزية أفلام من المغرب للمشاركة في المهرجان. في فعاليات أيام مراكش السينمائية تحل السينما الروسية ضيف شرف، ويمثلها وفد كبير من الممثلين والمخرجين والمنتجين، كما يكرم المهرجان الممثل المغربي عبد الرحيم تونسي الشهير باسم عبد الرؤوف، والمخرج المغربي الراحل عبد الله المصباحي، إضافة إلى المخرج الإيراني الراحل عباس كياروستامي. ومن الرباط ينضم إلينا الناقد والكاتب السينمائي المغربي سيد محمد بن عزيز. مرحبا بكم سيد محمد بن عزيز. كيف تقيمون هذه النسخة من مهرجان مراكش السينمائي؟ ولو تطلعون على المعايير التي من خلالها يتم انتقاء الأفلام المشاركة والمنافسة، وبالتالي غابت عن أنها المشاركة المغربية في هذه النسخة. مساء الخير، مرحبا، أهلا بك. الدورة لتقدام، نحن الآن في اليوم الرابع، عرضت سبعة أفلام من أفلام المسابقة الرسمية. النقاش الذي بدأ قبل أسبوعين عن عدم وجود فيلم مغربي في المسابقة الرسمية بدأ يخبو. قلتم أنه عباس كيروستامي يقول أنه ليس هناك صدفة في السينما. أنا أيضا أتفق أن عدم وجود فيلم في مسابقة رسمية ليس عائدا إلى الصدفة. هناك تبريران. التبرير الإداري أن الأفلام الجديدة ليست جاهزة، فجل الأفلام المغربية التي عرضت التي ظهرت 2016 جلها عرض في مهرجان الوطني بطنجة في فبراير الماضي، يعني مرت عليه 10 أشهر. هذا الجواب مدير المركز السينمائي المغربي، وهو جواب إداري. الجواب السائد، وقد كتبت بعض المواقع الإلكترونية هذا، بأنه ليس هناك فيلم في مستوى لكي يعرض. بأي معنى سيد بن عزيز؟ لأنه يعني السينما المغربية لها باع طويل وأخذت وحصدت كثير من الجوائز في أكثر من محفل سينمائي. صحيح، هذا أنها فازت بأكثر جوائز، ولكن مثلا رئيس جمعية منتج السينما الذي تحدث قبلي في الفيديو هو آخر فيلم أنتجه اسمه الفايرا، وهو فيلم تلفزيوني لا يستطيع أن يقع إلى أن يكون فيلما سينمائيا مع الأسف. وأنا كتبت عنه أن الفايرا يتحدث عن فتاة الزواج، وأن بطل الفيلم هو رجل وليس الزوجة وليس فتاة الفايرا التي تحدث عنها. التفسير السائد أنه عرض أفلام التي هذه السنة، أفلام هذه السنة، الفيلم الذي حصل على الجائزة الكبرى في مهرجان طنجة ظهر في أواخر 2015 وليس في 2016. وهذا الفيلم بطبيعة الحال صحيح أنه حصل على الجائزة ولديه دور كبير، والممثل أمين المصباحي، الممثل أمين ناجي لعب دور كبير، ولكن الفيلم كله في الأشباك وقصته مكسورة. الاحتجاجات التي أولا الذي نحتج على المهرجان لم يقاطعوه، صحيح أن هناك كلام، ولكن كل الذين قالوا بأن الفيلم المغربي غير موجود هم موجودون في المهرجان. الذي يحتج يجب أن يقاطع، ولم يقاطع أحد. بالنسبة للنقاش الذي جرى، أنا أعتقد أن هذا الواقع هو علاج بالصدمة، علاج بالصدمة. أتوقع أن عدم وجود في المسابقة سيدفع إلى رفع مستوى. في السنة الماضية كان هناك مشكل، هذا لم يبدأ اليوم. الفيلم الذي شارك في المسابقة في السنة الماضية هو فيلم بلجيكي مغربي ذو جنسية بلجيكية، وعرض فيلمه في المسابقة، ثم احتج هؤلاء على أن الفيلم ليس مغربي. نعم. إذن فوجود معيار السينما معيارها ليس هو الوطنية والتضامن. لا يمكن عرض فيلم لأنه تضامن، ولكن أنه يجب أن يكون فيلم جيدا. الذين احتجوا على أن الفيلم، أن المهرجان أقصى السينما المغربية، لم يقترحوا فيلما ويتفقوا عليه وقل بأن الإقصاء أقصى الفيلم فلاني. كل البلاغات لم تذكر ولا فيلم واحد كبديل. نعم. أن سقراط الفيلسوف اليوناني يقول أن الجدل هو الاعتراض واقتراح، الاعتراض
اقترح. عندما تقول لي ارتكبت خطأ قل لي ما هو الصحيح. لم يقدم أحد فيلما بديلا لكي يدافع عنه. مفهوم. شكرا جزيلا لك سيد محمد بن عبد العزيز الناقد والكاتب السينمائي المغربي، كنت معنا عبر الهاتف من الرباط. مدينة بلد الوليد في وسط إسبانيا عريقة ومغيلة في التاريخ كما جامعتها التي تعد من الأقدم في إسبانيا والعالم، إذ يعود بناؤها إلى نحو 800 عام وكانت شاهدة على حروب عالمية وأهلية مدمرة. مايك شلهوب زار الجامعة التاريخية وعاد بالتقرير الآتي. كأن تاريخ بلد الوليد وإسبانيا عموما اجتمع في هذا المبنى المحافظ على هندسته منذ القرن 15 ميلاديا. هو بالاسيو سانتا كروس أو قصر الصليب المقدس العائد لجامعة بلد الوليد. قبل 600 عام كانت المقاعد الدراسية هنا مخصصة لأبناء الملوك ورجال الدولة أو للشخصيات المؤثرة كما هو مذكور في أرشيف الجامعة. الطلاب يأتون من مختلف أنحاء العالم، واختصاص الطب يعد الأفضل في الجامعة، وطلابنا باتوا في أهم المراكز المهنية. كل عام هناك عدد هائل من الطلبات بهدف حجز مقعد في مختلف الكليات. إلى جانب الاختصاصات العلمية تأخذ الفنون حيزا مهما في الجامعة التاريخية مثل الموسيقى، والقاعات مجهزة بأحدث التقنيات، لذلك انخرط المتخرجون بأهم سيمفونيات العالم. الجامعة تضم إحدى أقدم المكتبات في العالم، ويعود إنشاؤها إلى عام 1483 على يد الكاردينال بيدرو غونزاليس دي مندوسا. توافد الطلاب من مختلف أنحاء العالم دفع بإدارة الجامعة إلى بناء مسكن خاص يستوعب أعدادا هائلة، فاستغلت المساحة بالقرب من القصر لبناء وحدات سكنية ابتداء من عام 1940. هي ثالث أقدم صرح تربوي في إسبانيا بعد جامعتي بالنسيا وسلامانكا. جامعة بلد الوليد عايشت حروبا محلية وعالمية منذ عام 1241 تاريخ إنشائها، وفي الوقت نفسه أسهمت في بناء أجيال تربعت على العرش الملكي في إسبانيا. مايك شلهوب من جامعة بلد الوليد في إسبانيا، الميادين. هذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. القوات السورية تتقدم في حي الشعار شرق حلب، ولافروف يكشف عن مقترح أمريكي لخروج المسلحين. مقتل كادرين طبيين روس بقصف المسلحين لمشفى ميداني في المدينة، وموسكو تحمل واشنطن المسؤولية وتصفها برعاية الإرهاب. قوات المجلس الرئاسي في ليبيا تعلن تحرير مدينة سرت من داعش. منافسات في مهرجان مراكش الدولي للسينما، الأفلام المغربية غائبة. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مشاهدة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net، إضافة إلى موقع الميادين باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. على رأس الساعة مشاهدينا نشرة مفصلة جديدة، هذه المرة مع الزميل خالد أبو عرب. إلى اللقاء.